عم ربيع رحنا لهم بعد لما هم سافروا، فاحنا مسافرين ناس كتير قوي قابلتنا، قالت لنا بقى انتوا الاتنين تشيلوا المنتخب لحسن المنتخب ده وحش والمنتخب ده فاشل ما بيعملوش حاجه وبيخسروا على طول، فانتوا تشيلوهم بقى شويه لان، فمحدش كان مدينا الامل ان احنا نكسب، يعني مفيش حد كان موصل لنا الامل ان احنا نكسب هناك. فاول حاجه انا مختصين فيكوا على طول. احنا رحنا، انا هقول لك حاجه اول مره يعني اقولها، انا ماتش غانا وماتش الجزائر واحنا جايين واحنا مسافرين ورامي، قلت له بص اول ماتش غانا ده، غانا دي فرقه جامده، قلت له هنخسر منها وماتش الجزائر هنخسر، وبعد ماتش الجزائر رامي هناخد بعضنا ونمشي، لان مش ما ينفعش نلعب ماتش التالت لان هنتفضح، لا والله اقسم بالله قلت طب له كده. ليه احنا كان ليه كان جو اليأس ده؟ ما اديك شايف حضرتك ده انعكاس انعكاس للي كان بيحصل معاكم. انت عارف حضرتك بقى، فجيت بقى للفرحه لما خدنا اللقب وتكون فرحان، يعني الناس كل كانت اوفر شويه عشان كده قوي، فلازم بقى عشان كانت اوفر لازم الناس كلها كانت فرحانه، واحنا فرحانين اول ناس فرحانين قوي، احنا مش مصدقين نفسنا ان احنا خدنا اللقب. عايز اقول لك كهربا، انتوا يعني في الملعب فرقه تقيله، يعني لعيبه عندها قدرات عندها حلول عندها مهارات، يعني عارف يعني لو قلت كهربا عنده مهارات وشايل فرقه وما شاء الله، هتلاقي احمد رفعت برضه عنده مهارات، انت فاهمني؟ فاهم كل كل بص اصل كل اللعيبه دي كلها لعبت درجه اولى، فده اللي ده اللي فرق معانا، اللعيبه دي كلها عندها خبره دوري ممتاز ولعب وسط افارقه ولعب وسط لعبنا وسط منتخبات كتير، فهو ده اللي مدينا الخبره وادينا الفرق. لكن عامه بقى احنا ناحيه الخساره والمكسب ديت، في مصر مصر ما بتحبش تخسر، المصريين كلهم ما بيحبوش يخسروا، لو كنا خسرنا ماتش او تعادلنا ماتش، يعني مش لو خسرنا تعادلنا ماتش كان هيتقطع فينا ده منتخب فاشل ومنتخب ومنتخب، مع ان خدنا اللقب بس كان هيقطعوا فينا برضه. يعني انت معايا في المبالغه في الفوز والمبالغه في الهزيمه وثقافه الفوز والهزيمه؟ مع حضرتك طبعا في كلها اكيد طبعا. يعني انا يعني انا لما تبص لمين صعد لكاس العالم هتلاقي العراق صعدت لكاس العالم، فرق صعدت يعني مصر اقوى منها صعدوا لكاس العالم. انا نفسي الطموح بتاعكم، يعني مش عايز اقول الافواره في الفرحه لان ده حقكم ان انتوا تفرحوا بالظروف اللي انت قلتها، لكن عايز يبقى في طموح. يعني السعوديه خدت كاس العالم الشباب، يعني ليه ما نخش شويه قدام؟ اقول لحضرتك على حاجه، اللعب الجيل بتاعنا دوت طموحاته عاليه قوي، الجيل بتاعنا بعد اول ماتش بتاع ماتش غانا كل اللعيب كنا بنعمل مع حضرتك ونقعد نهزر مع بعض، كل لعيب يقول لك ايه ده انا هجي ريال مدريد بعد البطوله، هيجي لي برشلونه، طموحاتهم عاليه، طموحاتهم يعني عاليه جدا. فاحنا حضرتك احنا بلغنا في الفرحه خلاص، كل اللعيبه طبعا قفلت على نفسها، يعني من دلوقتي احنا بقالنا اسبوع فرحانين فخلاص قفلنا على نفسينا ومركز بقى في قلت ده اخر برنامج هتظهر، قلت خلاص اخر برنامج هظهر. طب احكي لنا ايه قصه البرنامج، انت حكيت لي قصه كده بره مع الحاجة. هو حضرتك يعني مامتي وانا كنت قافل على نفسي طبعا من يوم الجمعه، يعني خلاص ان انا مش هظهر في برامج تاني. فمامتي جت بالليل طبعا ان حضرتك كلمتوني في البرنامج، فقلت لمامتي واختي واهلي في البيت انا طالع نجوم الملاعب، نجوم الملاعب يوم الاثنين وكده، انا عندي تمرين النهارده الساعه 8، فقلت هطلع قبليها وكده الساعه 2 وكده. فمامتي قالت لي، قلت لها انا ممكن ما اروحش عشان خاطر تمرين وابقى عايز اقفل على نفسي، قالت لي هي اختي راح كنا في البيت، قالوا لي لا روح عشان احنا انت ما تعرفش من اسبوعين احنا قلنا ايه، قلت لهم قلتوا ايه؟ قالوا لي احنا من اسبوعين كنا بنتفرج على كابتن استاذ مهيب طبعا مع عمر جابر ومحمد ابراهيم، فاحنا كنا بنتفرج، فمامتي قالت لاختي واختي برضه قالت لها نفس الكلام، قالت لها امتى كهربا يكون بقى في الموقف ده كده ومع استاذ مهيب كده، يعني حاجه والله حاجه، يعني هم كانوا مبسوطين حضرتك قوي. ده انا اللي مبسوط ان انا معاك، ربنا خلاها حاجه طبعا، والله انا مبسوط جدا. فهم قالوا كده، فانا لما سمعت قلب الام اول لما سمعت الكلمتين دول منها انا جسمي مشعر كده، كنت عايز اعيط والله. لا والله يعني قلت لها خلاص يا مامتي انا عملت لك كل حاجه وان شاء الله هطلع وهتشوفيني. ربنا يخليك العظيم يعني، وتحياتي للحاجه واختك والعيله كلها وعيله كهربا، وكل امنياتي ليكم بالتوفيق، وكهربا ما شاء الله يعني تاتش وود نمسك الخشب، ربنا يخليه لكم وتفرحوا بيه كده وتشوفوه زي تحبي تبقى زي مين؟ كريستيانو رونالدو. والله انا كنت هقول كده. وشوفوه زي كريستيانو رونالدو. كهربا يعني نخش بقى، انت عارف احنا هنا بنحب ننتقد شويه، يعني اناني شويه. انت انا مش اناني ولا حاجه والله، بس هو المشكله كلها ان انا ما بحبش ماتش يعدي عليا وما اجيبش هدف. يعني تحس حتى في ضربه الجزاء عايز تخش تشوطها، ما اعرفش ايه يعني. اقول لك على حاجه، ما بحبش يكون في انا ما اكون في حته وماليش دور. ده كويس، يعني هي كوره حميه. هي بص انا والله انا قلبي طيب جدا طبعا في الكوره، يعني انا حضرتك لو لاحظت ان انا قعدت احتياطي في البطوله ما كنتش زعلان، يعني حضرتك لو كنت كله راح زعلان ما كنتش زعلان، عكس ما كان في لعيبه بتلعب بس هي كانت بتيجي تخرج بتبقى زعلانه.
فانا ما كنت زعلان عشان كده يعني. حتى حجازي احمد حجازي كلمني من ايطاليا بعد ماتش نيجيريا اللي حرصت فيها هدفين وصعدت مصر كاس النهائي. تمام. فقال لي عارف ربنا اداك ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان انت كنت قاعد احتياطي ما كنت زعلان. هي دي على فكره الروح لان انا يعني يمكن انا اللاعب الوحيد انا ورامي ربيعه كنا اجهز اثنين في المنتخب لان كنا بنلعب مع فرقتنا يعني اساسيين بصفه مستمره الماتشات كلها، مفيش حد كان بيلعب غيرنا انا ورامي ربيعه وتريزيجيه. هقول لك حاجه وانا ما بحبش انفخ في حد بس انا حاسس ان انت عندك اكتر من كده كهرباء. لا يعني معرفش يعني انا حاسس ان امكانياتك ودماغك والتواضع اللي انت فيه وربنا بس مش عايزين نحسدك يعني تفضل زي ما انت لان الدماغ دي بتودي كده وتودي كده. بص اقول لك على حاجه هو لسه يعني لسه قدراتي كلها يعني الحمد لله لسه ما ظهرتش. كل اللي عملته ده لسه حاجات برضو قليله من قدراتي يعني ان شاء الله ربنا يسهل واظهر كل ده في كاس العالم باذن الله ان شاء الله. فبص اقول لك على حاجه مصر هنا انا عندي ماتش مقصه يوم الجمعه مع النادي كابتن طارق العشري طبعا يعني ليه فضل كبير عليا هو اللي بصراحه تعب معايا عشان يوصلني المستوى ده بصراحه. فماتش المقصه ده لو عملته وحش انا هكلمك انا الواقع هكلمك في الواقع لو عملته وحش كنت وحش جدا اول ناس النادي هيتكلموا معايا اقول لي انت مالك الفرحه زياده اتغريت ولا ايه. ناس في مصر هي لو بيتفرجوا على الماتش هيشوفوا الكلام ده هيقول لك ده كهربا اتغر هو كده يعني. لكن مش كل الناس طبعا في ناس وناس في مصر ما مش كل الناس تعرفك يا كهربا. لا صح طبعا يعني خلي بالك برضو انت بتظهر يعني في انا اعرفك في ده يعرفك في لكن مش كل مصر. لا صح ايوه انا بقول يا عم خدوا كاس العالم ده شوف عمل ازاي ده ده اتنططوا ده جالهم عروض ده جالهم هي دي صح. انا عايزك يعني عايزك انت تبقى ليك فكرك ليك طموحك ليك الهدف اللي انت حاطه لنفسك وما تلتفتش لاي حد وتركز وخلي بالك طول ما انت بتتعب في التدريب وبتركز في الملعب وبتدي ربنا هيدي. والله زي ما قلت لك ان انا قلت لك ان انا هقف على نفسي من اول النهارده واتمرن لان في النادي بتمرن تمرينات والله مع كابتن طارق بتمرن جامد جدا يعني اكتر واحد يمكن في التمرين بتعب عشان كده ربنا بيدينا لان الواحد يعني كل مجتهد نصيب هتتعب في التمرين هتلاقي ماتش ربنا اداك بس فهو ده اللي انا يعني بسعى عليه ان شاء الله. وطموحاتي طبعا ان انا اول لما ارجع المنتخب ان شاء الله اجمع اللعيبه كلها اقول لهم كلمتين اقول لهم احنا عايزين نوصل فاينل مش هنروح ناخد تالت حتى ونرجع مش عاوزين الكلام ده ان شاء الله لان احنا بقدراتنا ولعيبتنا يعني كل لعيبتنا بصراحه مفيش لاعب فيهم قليل دلوقتي كل لعيب نجم يشيل فرقه فهي دي يعني كلنا لما نرجع المنتخب نتكلم مع بعض اللي احنا اصل كل الناس بتقولك تقول لك ايه ده مصر يروحوا ايه ده منتخب جامد ده يروحوا يعملوا ايه مركز ولا ياخدوا ميداليه ولا يعملوا اي حاجه ويرجعوا. خلي بالك ده لود كبير جدا لكن خلينا ناخدك نروح لفاصل لان عندنا